أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكرو طنجاوي. والسؤال ديال الحلقة ديالنا ديال اليوم، شنو هي التجربة اللي عشتيها في حياتك اللي بدلت لك حياتك ولا أثرت فيك؟ خليكم معانا. كنت أنا وشي أصدقاء تاعي كنا غادي نهاجروا، كنا غادي نحرقوا، و الحمد لله ذاك النهار ما تيسرتش امور، ما مشيتش معاهم انا. زوج من دوك الاصدقاء توفوا صافي. منين شفت انا ديك مرت نفسانيا الحمد لله ما بقيتش نفكر في الهجر. عاد هادشي هي الحاجه اللي اثرت فيا بزاف وبدلات حياتي. بات على الوالدين ديالي، على الوالده وعلى الوالد، باش نطلع ندبر هنا في خدمه في طنجه. وطلعنا لهنايا كان بحال ما كاين والو، كنطلعوا سامحين في والدينا وكرا ما كاين لا خدمه لا والو، فهمت؟ طلعنا لهنايا باش نقلبوا على خدمه والريسكي، وحنا باقيين كنرجعوا والله، فهمت؟ هاد الارض هادي ما عاطيانا الصراحه، هاد الارض هادي ما عاطيهاش. يعني توحشتي الوالدين ديالك؟ توحشتهم بزاف قسما بالله. العيد الكبير ما هوش عيت مع مالين الدار، لا عيت انا في طنجه. علاش؟ ما كنتش خدام وما جمعت فلوس، حتى هو ما مكسي ما والو، حتى هو مالين الدار لا حوايج. ما تدخل خوتك، خوتك خويا دابا الصغير، خويا الصغير حاليا كيصوني عليا كيقول لي عبد الاله خويا شري لي شي كسوه، شري لي شي حاجه. وكتشوف ما خدام ما والو، تا هو التريال كيضحكوا عليك بنادم. والديك كيقبلوك باش ما جيتي، يقبلوك كيرضاو بك، ولكن العائله ديالك راه كيشوفك واحد اخر ما جاي ما مكسي ما والو، كيتشفى فيك، كيقول لك هو شحال هو في طنجه وما جامع تريال. بزاف د الحوايج كيوقعوا لي انايا. دابا الوالدين ديالنا كيصينونا باش نعطيوهم، ندبروا عليهم، كيما تا هما خدموا علينا وضربوا علينا التماره والكره تاعنا، خصنا نردوا لهم عاش شي نسبة قليلة باش نعاونوهم حتى حنايا، باش نرجعوا لهم هذاك الشيء اللي عطاونا حنايا. كانت عندي بكالوريا اخي الاولانية، كانت شي عندي كانت قراية ديك العام اخي. المهم دوزت ديك العام هذاك كيتسنى كذا هيدا، جبت العام الضربة الاولانية جبت فيها شي 12 ونص صرف، الضربة الثانية جبت فيها 11. قلت صافي انا ما نجحش كذا العالم، كنمشي كندوز الخاوة ديك البكالوريا كنجي فيها 10 25. قال لي حيت انا كنت جايب جوج في الجياو، يعني بقى عندي الامال كذا خصني ندوز انا كيتسمى في ديك الراطراباج كذا العالم. تجيني الفلسفه الخاوة ديك الفلسفه، قلت زعما نقلو فيها كذا يجيب الله التيسير، هي اللي باقا صافي هذيك الامال وهذيك هي اللي كاين. وانا كنجبد ديك التنقلات هدايا، كيجي عندي الاستاذ جبد سنا قال كذا، قلت له ما عنديش. قال لي جبد سنا، قلت له ما عنديش. جاب المدير، جاب المفتش، جاب الحارس العام، شبرت انا ديك التناقل ضربتهم مع السمطه. جاو كذا فين هما التناقل كذا، قلت لهم والو ما عنديش تناقله، فهمت؟ مشاو بحالو. جا ديك استاذه ان شاء الله عندي نبدا الاطروحه، باقي عاقل عليها. تشوف بناور الخاو الاراده كذا العالم، تشوف بناور عييت ديالي الخاو صافي. كنشوف العام كامل مشى لي المستقبل، مشى شبر ديك الطاوله شعات تاع عليا، قلت لها تخرج عنطيت. المهم لما نقول كسبت بيا التقرير الخاوه ديالي ما تصحوت لي شي، مشى لي العام كامل بالزير. ولكن فيها خير الخاو، كنصدق عاود العام ونعمل فلسفه ونديوها، ونصدق ديك الشوبناور اللي كنا ناقلو بها نكملو في لافاك وكذا ولا لا. هذيك التجربه اللي ما تنساليش، كنت عندي جوج في الجياوي، هي السبب اللي كنت عاود كنت ننجح ديك العام. ولكن فيها خير، فيها خير الحمد لله، حنا عملنا شوبناور دابا ودينا كذا، مشينا ديك العالم الفلسفه. مبروك الله يبارك. مرحبا. فاش كنت كنقرا في التاسعه، انا كنت منجي من واحد الحي شعبي، فهمتي؟ يعني فاش كتقرا في حي شعبي النظام التعليمي هنايا غالبا غادي نقراو في القطاع العام، والقطاع العام ما كانش كيعطيو اهميه للغات، فلهذا كنا طلعنا ضعاف في اللغات، لا في الانجليزيه لا في الفرنسيه. وعقل فاش كنت مشيت من واحد المدرسه سميتها مولاي يوسف في السيزيام، كانوا الناس تما مخلطين، ولاد الشعب اللي مجين كانوا قراو في القطاع العام، وكانوا الناس اللي قراو في مدارس بريفي. رانا بديت كنلاحظ الفرق بيني وبين الناس اخرين. داك الناس مثلا كانوا كيتكلموا بالانجليزيه مزيان، انا كان عندي حب للغه الانجليزيه، ولكن ما كنتش قادر نتكلم ونعبر على الافكار ديالي بها مزيان، كنت كنبقى نتلعثم وكانوا كيضحكوا عليا. داك الناس كانوا كيضحكوا عليا. رانا دازت ايام، كنا سالينا الباك، وقلت انا هذا العام هذا غنبدا القرايه وغادي نركز على اللغه الانجليزيه، نحاول نتقنها مزيان بوحديتي في الدار. صافي بديت كنتعلم، ودخلت قريت في مدرسه ديال السياحه، المهم العام الاول الثاني
في العام الثالث كنا كان جات بحال واحد ديبيت، كان بحال واحد مناقش بحال ندوه من بين الناس اللي كانوا ديك يحضروا، كانوا شي تلامذ ديجا كانوا قراو معايا في الباك، وكنت بموضوع كان يعني صعيب وكنت تحدث باللغه الانجليزيه مزيان، وهذوك الناس هذو كانوا كيضحكوا عليا شافوا كيفاش يعني تطورت مع العلم انني جيت ضعيف وكذا وما عولش على النظام التعليمي هذوك، وتعلمت راسي وقدرت نتكلم باللغه الانجليزيه ربما احسن منه. بعد منهم والله العظيم اعتذروا لي، يعني انا ما ماشي قلت لهم ديك الايامات لا علاش كتضحكوا عليا ولا هذيك، هما من بعد جاو اعتذروا لي حيت عرفوني بان بقات فيا داك الشيء اللي كانوا كيقولوا لي. واحد العام ممكن تعرفت على واحد السيده ولا واحد البنت صديقه، المهم كانت صديقه في الاول ديالنا، راك عارف العلاقه ديما كيبداو بالصداقه من بعد كيمشيو كيتطوروا هكا، وكانت جاتني واحد الفرصه انني نسافر وغادي ندوز على ديك المدينه هذيك، وقلت زعما لعل وعسى المهم تكون هذه هي الفرصه والمناسبه اننا نتلاقاو تما. إنسانة قالت لي انا راني في المحطه الفلانيه، المهم بقات كتسناني، قلت لها انا راني في البلاصه الفلانيه واش الباب اللورانيه ولا، المهم بقينا هكا بقينا هكا بقينا هكا، فواحد اللحظه قالت لي هي قول لي فين انت، قلت انا راه حدا واحد مول كيوسك هنايا، وهذيك هي فتيقات لي ودور انا موراك معنا، كنت كنهضر معاها في التليفون، هي كنهضر معايا في التليفون، بالدوره باش كندور كنلقاها مسكينه مداوي الحاجات الخاصه يعني على الكرسي وكذا، انا هضرت يعني كنتصدمت كنقول وكيفاش الانسان، وعاد بقيت كندور السين في راسي، هي هذيك عاد بقيت كنقول علاش، وليني يعني الحاجه اللي بقات فيها انا يعني ما قلتها ليش في الاول، فاش قلت لها علاش ما قلتيهاش في الاول، قالت لي والله وخفت انك تكون فهمتي تهرب عليا كما داروا حخرين فهمتي، يعني الاغلبيه الناس كي ايفيتيو هذا يعني واخا يمشي معاه ولا في التاليه ديال تلقى ما صافي. هذيك هي انا بقيت الصراحه بغيت نضرب على راسي كما نقول لك، باغي ندبر كيفاش ندير نسلك، هو تحت واحد الموقف صعيب اصاحبي، انا ماشي بمحطه وجاره ودير خاطر وعلم بيا غير الله، والتفكير ديالي ماشي زعما فيها كنهضر انا وياها ولا، تفكيري غير باغي ندير شي سبب ندير الاخر. ايوا قالت لي ندخلوا شي بلاصه ناكلوا، قلت لها واه زيد، وانا ربي اللي عالم بيا جاي دافع معاه هزني هاتي في الطريق، قول دخلت لواحد هكا كافي ريستورا جلسنا باش ناكلوا شي حاجه، منا نتهاودوا واحد ربع ساعه ونص ساعه نمشيو هكا، دخلها هزها حطها في كرسي جلس، وبقيت انا كندور ذاك اللقطه كنشوف كندبر غادي نمشي للطواليت كذا، وضبطت الدوره وصافي ومشيت، وخليت كتسناو هذا اسمه دافيو التليفون، من تما كملت الطريق ديالي، والله يسمح لي منك في هذا النهار الله يسهل عليا، دابا تكون تزوجات بولاده ولا ما عرفت. واحد الاكسيدون سيركيلاسيون كانت وقعت ليا، والحمد لله لطف الله سبحانه وتعالى انها دازت بسلام وكذا، وكانوا معايا ناس اللي هما تا هما نجاهم الله، طرت لي واحد الرويضه فهمتيني، طرت لي واحد الرويضه ديال الطوموبيل، وكنت في واحد كوربه، المهم كنت غادي بواحد السرعه كيما نقول لك مفرطه فهمتيني، مع الديال 100 وداك الشيء، كانوا معايا شي ناس حفظنا الله الحمد لله بالفضل ديالو وداك الشيء، توقفت الطوموبيل راسها، بقينا غاديين واحد المسافه طويله توقفت راسها، وخلتنا نعيشوا واحد ثلاثه دقائق السيروره ديال ديك الطوموبيل وهي غاده بلا رويده وداك الشيء، والناس اللي كانوا مورايا كانوا جايين مورايا قالوا لي راه حفظكم الله سبحانه وتعالى انه شفنا داك الشيء اللي شفنا راه قلنا غادي تمشيو، والحمد لله لطف الله وقفت الطوموبيل بسلام بحكم التجربه وداك الشيء ديال لا كوندويت. ومن هذا المنبر هذا كنوجه واحد الرساله لكاع السائقين وكاع الناس اللي كيستعملوا الطريق انهم يتاخذوا الحيطه والحذر ويمشيوا بواحد السرعه اللي هي قانونيه اللي تقدر تحكم في العربه ديالك، ونطلبوا الله التيسير هذا ما كان. شكرا بزاف، الله يحفظك، شكرا تبارك الله. وكيف ما شفتوا معنا كانت هذه هي التجارب ديال الناس، خليونا انتم التجارب ديالكم في التعاليق، كان معكم ايوب جباري، نتلاقاو في فيديو جديد وحلقه جديده، السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.